تسريحة جميلة جدا، شكرا ربحي. هل رأيتم تسريحة بسمة الجديدة؟ نعم، كانت متحمسة جدا ومتشوقة لكي يراها أصدقاؤها، وقد توقعت نتيجة مختلفة، لذا يبدو أنها تشعر بخيبة أمل. أنا أتفهم شعورها أيضا. يمكن لشعور بسمة أن يتحسن لو أنها كانت لطيفة مع نفسها من خلال منح نفسها المساحة والوقت لتتقبل هذا الشعور الجديد.